الشعر دايما هو نتيجة عملية انقسام مستمر فين؟ في جوه بصيلة الشعر. فالعملية دي بتتطلب ايه؟ بتتطلب طاقة كبيرة، غذاء سليم، وتوازن هرموني. وكل ده بيوصل لقاعدة بصيلة الشعر عن طريق ايه؟ عن طريق شعيرات دموية. الشعيرات دي بتبقى محملة بايه؟ باكسجين، بحديد، وغذاء، وحتى هرمونات الجسم المختلفة. فتخيل معايا كده، لو حصل اي عطل في المنظومة دي بيخلي الشعر ايه؟ يفقد التوازن ويبدأ يقع، ونبدأ نعاني احنا وندور على حلول للتساقط. الحلقة دي ممكن نقسمها على حلقتين، فانا عمرو ابو بكر وانت بتتفرج على من جوه الصيدلية، ويلا بينا. يلا من حكمة ربنا سبحانه وتعالى انه في وجود نظام داخلي جدا بيخلي الشعر في كل الجسم يصل لطول معين وبعد كده يبدأ يقع ويطلع مكانه شعر جديد. لو كان الموضوع ده غير كده كان زماننا دلوقتي رموشنا بنصرحها رورا، لان هو ما بتقعش، وشعر ايدينا كان زماننا بقينا زي الحيوانات. الشعر في فروة الراس بيكون اما في فترة النمو والبلوغ، ودي بنسميها الانجيم فيز، وفيها الشعر بيفضل ينمو، والفترة دي بتستمر من 2 لـ6 سنين. والفترة التانية اللي فيها الشعر بيتدحضر بقى ويبدأ يدخل في دور الخمول، ودي مدتها بتكون قد ايه؟ مدتها بتكون من 3 لـ4 شهور. 10% من بصيلات الشعر بتكون موجودة فين؟ في مرحلة الخمول. لكن البصيلات الخاملة دي بتكون متوزعة بشكل عشوائي على فروة الراس، وبيكون في نظام تواصل داخلي بين بصيلات الشعر بيمنع دخول بصيلات الشعر اللي جنب بعض ان هم يدخلوا في مرحلة الخمول في نفس الوقت. فتيجي بقى فتلاقي نفسك ايه؟ تلاقي ان معدل التساقط الطبيعي للشعر ما بين 100 لـ150 شعرة، بس من ايه؟ من اماكن متفرقة من فروة الراس. لكن بقى تخيل برضو لو في اي خلل في النظام العشوائي اللي انا كلمت عليه ده، بيؤدي الى اختلال التوازن في مرحلة النمو ومرحلة الخمول، ومين هي اللي خاملة؟ فيبدأ الشعر يخف، ويخف من اماكن معينة بشكل كبير، يبدأ الناس تشوف موضوع التساقط. السؤال دلوقتي يا ترى ايه هي الاسباب اللي بتؤدي الى تساقط الشعر وفقدانه؟ خليني ارجع افكركم ان العملية دي، عملية تكوين الشعر، بتحتاج الى ايه؟ زي ما قلنا طاقة كبيرة جدا جوه الخلية، والطاقة دي بتحتاج ايه؟ بتحتاج اكسجين، بتحتاج عناصر غذائية مهمة اهمها الحديد. فلو الطاقة دي قلت او الغذاء قل، العملية دي هتتأثر، ويبدأ جسمك ايه؟ يبدأ جسمك يزود العمليات الحيوية في الاعضاء الاكثر اهمية كايه؟ كالقلب والعقل والعضلات. وده بيكون على حساب ايه؟ على حساب الاماكن اللي ملهاش لازمة، الاقل اهمية بالنسبة لجسمك، زي ايه؟ زي بصيلات الشعر، فياخد كل الغذاء من هنا ويبدأ يديه للقلب والعضلات. اول الاسباب معانا هو نقص الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة زي الحديد وفيتامين دال والبيوتين. لو في نقص في اي حاجة منهم بيؤدي لتساقط الشعر. تاني سبب معانا هو المية المالحة، المية المحلاة. من مشاكلها ان هي بتكون مليانة بعنصر الكالسيوم، والكالسيوم ده لما بيجي يترسب جوه فروة الراس بيبقى عامل زي السيف كده، بيدخل يكسر الشعرة ويبدأ يدخل جوه البصيلة كأنه سكاكين بالظبط. السبب التالت معانا هو الاسترس او التشوك، الصدمة، سواء بقى كان الضغط او الصدمة دي نفسية او جسدية، زي مثلا عملت عملية او نزلت وزنك بشكل مفاجئ، او مشيت على نظام غذائي قاسي لفترة كبيرة زي ما اتكلمنا ده هيقلل، او ممكن انت بتتعامل مع شعرك بنوع من اللامبالاة، انك تفرده مثلا، انك تكويه، او انك تحط عليه اللي هو الحاجات الغريبة اللي الناس بتحطها زي الفورمالدهايد ويكوب بالنار. انتم متخيلين ده يمثل صدمة للشعر وبصيلة الشعر اللي بيؤدي اللي هو يقع. رابع حاجة معانا الاستخدام السيء لمستحضرات الشعر، زي ايه؟ زي الجل الرخيص، زي الكريمات اللي بتتساب على شعر باليوم واليومين من غير غسيل، ده كله بيسبب تساقط للشعر. طيب ايه كمان؟ رقم 5 هو التغيرات الهرمونية. زي ايه مثلا؟ زي ارتفاع هرمون التستوستيرون، هرمون الرجالة، عند السيدات اللي بيكون عندهم تكيس المبايض، او تغير نسبة هرمون الاستروجين مثلا عند الستات في مرحلة انقطاع الدورة، او ستات بعد الولادة.
زي ما قلنا ان وجود الهرمون الاستروجين اصلا لما بيكون مرتفع كان من اهم اسباب جمال الشعر، لانه بيخلي الست مورده وشعرها كبير وتقيل وزي الفل خلال فتره الحمل. اول ما ده يقل بعد الولاده يبدا يتاثر بشكل كبير جدا، فتبدا الايه الهرمون الاستروجين يقل، فيبدا الحلاوه بالجمال دي تقل. رقم 6، لو في عدوى فطريه او بكتيريه زي مثلا قشره الشعر، ودي بتكون سبب اساسي في التساقط، ودي هنعمل عنها حلقه منفصله تماما. رقم 7، الالتهابات اللي بتحصل لفروه الراس وامراض زي الصدفيه مثلا، او الناس اللي عندهم امراض مناعيه مزمنه زي السكر مثلا او التهاب المفاصل. الناس دي جهاز المناعه عندهم متبرمج غلط، متبرمج ان هو يهاجم نفسه او يهاجم الخلايا بتاعته، فبعد فترة بيروح يهاجم مين؟ بيروح يهاجم بصيلات الشعر وبيبدأ يموتها، بتبدأ تخش في دور الخمول بسرعة. أما بقى النوع الأخير أو السبب الأخير اللي بيسبب تقريبا تساقط الشعر لأكثر من 50% من الرجالة، وبيكون الناس مضطرين إن هم يزرعوا شعر معاه، هو هرمون التستوستيرون، كده زي حالاتي. مشكلة هرمون التستوستيرون إن هو مهم جدا ومفيد جدا لبناء الجسم وبناء العضلات، لكن الشعر وبصيلات الشعر بتتعامل معاه بمبدا غريب جدا. اول حاجه، في انزيم هناك بيبدا ياخد التستوستيرون كده ويحوله كسيريال كيلر، يعني حاجه بتقتل، وبتلاقوا اصلا الناس اللي عندهم بتبدا بيموت البصيلات نفسها ويدخلها في الخمول بشكل كبير جدا. وتلاقوا انتم من اهم الناس اللي بيبقى عندهم هرمون التستوستيرون عالي ده، بتلاقي ان الشعر في اول الشعر كده في خط شعر موجود، وفي النص هنا الشعر بيبدا يفضى ويبدا الشعر يتحول للي هو زي ما بنسميه خفيف قوي كده، بنسميه الاهداب. فده بيكون بسبب من اسباب التستوستيرون، بتلاقي هنا وهنا فاضي وخفيف جدا، فده حضرتك ده مشكله تستوستيرون. غالبا علاجها يا اما تستخدم حاجه زي ما هنتكلم عليها في العلاج، حاجه تكسر لك التستوستيرون كده وبالتالي ممكن تأثر عليك، او تروح تزرع شعر بقى كده وتكبر دماغك.